راديو الأهرام يقدم الدنيا فيها إيه؟ نشرة أخبار خاصة جدا هتسمعوها كل يوم. الدنيا فيها إيه؟ فيها إيه؟ أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو الأهرام، وموعدكم مع نشرة أخبار الدنيا فيها إيه؟ نشرتنا خاصة جدا لكل ما هو طريف ومتنوع وكل اللي بيشغل الناس في كل الدنيا. أخبار الدنيا النهاردة تعدها وتقدمها لكم ياسمين أسامة. وتعالوا بينا نبدأ بعناوين أخبار الدنيا. اللغة الفرنسية تواجه الزحف الإنجليزي، وداعا للبطارية، موبايل بالطاقة الشمسية في الصين، مقبرة سنو وايت الحقيقية في ألمانيا، الحجاج المغامرون من بريطانيا للسعودية بالدراجة. في مسعى للحفاظ على اللغة والثقافة الفرنسية، وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر دعا الفرنسيين للتوقف عن استخدام مفردات اللغة الإنجليزية في كلامهم، وده في الوقت اللي بدأت فيه بعض المصطلحات الإنجليزية تتسلل لحديث الكتير من الفرنسيين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي نفسه إيمانويل ماكرون في بعض الأحيان. مناشدة الوزير الفرنسي جت في تغريدة على موقع تويتر بالتزامن مع الذكرى 25 لإصدار قانون بيتعلق باستخدام اللغة الفرنسية بشكل إلزامي في البث الإذاعي والتلفزيوني. المعلقين على تغريدة الوزير الفرنسي انتقدوا استخدام شركات فرنسية كبيرة لشعارات باللغة الإنجليزية، وكمان انتقدوا أن الرئيس ماكرون نفسه بيستخدم بعض المصطلحات الإنجليزية زي ستارت اب نيشن أو انطلاق أمة للتشجيع على الابتكار والتكنولوجيا في فرنسا. فرنسا كانت أصدرت قانون سنة 1994 لاستخدام اللغة الفرنسية إجبارياً في جميع أشكال البث التلفزيوني، وكمان إلزام محطات الإذاعة بتشغيل الأغاني الفرنسية بنسبة لا تقل عن 40% من محتوى البث. مشكلة شحن بطارية الموبايل كلنا بنعاني منها، خاصة الناس اللي بتتنقل كتير من مكان للتاني، وعشان كده شركة صينية كبيرة للإلكترونيات صممت تليفون محمول جديد بيشتغل بالطاقة الشمسية. الشركة الصينية قدمت براءة اختراع خاصة بالموبايل الجديد ده للمكتب العالمي للملكية الفكرية عشان يوثق الاختراع، اللي هيكون عبارة عن موبايل موجود فيه وحدة صغيرة الحجم للخلايا الشمسية مثبتة في الموبايل من الجهة الخلفية. الموبايل مش هيكون أكبر حجم من الموبايلات التانية العادية اللي موجودة في الأسواق، واللي من المتوقع إنها تواجه منافسة كبيرة من الموبايل الصيني الشمسي الجديد. في مفاجأة طريفة، عرض متحف في ألمانيا لوحة الدفن الخاصة بقبر البارونة الألمانية ماريا صوفيا، اللي من المعتقد انها تكون الشخصية الحقيقية اللي ألهمت الأخوين جريم الألمانيين لكتابة قصة سنو وايت والأقزام السبعة. مدير المتحف الألماني قال ان حياة البارونة صوفيا كانت نواة لقصة سنو وايت، وان الأخوين جريم اعتمدوا على الحكايات اللي سمعوها من السكان المحليين في المدينة اللي عاشت فيها صوفيا في كتابة قصتهم سنة 1812، واللي بعد كده زاع صيتها بشكل كبير جدا في العالم كله بعد طبعا انتاج شركة ديزني فيلم الكرتون الشهير سنو وايت والأقزام السبعة سنة 1937. لكن الحقيقة نهاية حياة البارونة صوفيا كانت مختلفة تماما ومش سعيدة أبدا زي حياة سنو وايت، لأن صوفيا فقدت بصرها في سنوات شبابها، وكمان توفيت في أحد الأديرة وحيدة وبدون زواج. مع انطلاق موسم الحج وكل عام والجميع بخير، وصل 8 حجاج بريطانيين للمدينة المنورة بعد رحلة من خلال الدراجات، في رحلة استغرقت شهرين مروا خلالها على 17 دولة، وده لأداء فريضة الحج. أحد الحجاج البريطانيين قال إنهم انطلقوا بدراجاتهم من المملكة المتحدة قاصدين الحج للسعودية، وده في 7 مايو الماضي، وقال إن الرحلة كانت مليانة بالمغامرات. بيشار إلى إن الطريق بين
لندن والمدينة المنورة بيستغرق مسافة 4000 ميل. خلصت جولتنا في أخبار الدنيا. استنونا دايما على راديو الأهرام ونشرة جديدة والدنيا فيها إيه. أعدت هذه الحلقة وقدمتها لكم ياسمين أسامة. الدنيا فيها إيه؟ نشرة أخبار خاصة جدا هتسمعوها كل يوم. الدنيا فيها إيه؟ فيها إيه؟